سيداتي نساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معكم محمد زلزال جيمشن فيشتو، حلقة جديدة من يوميات سمكاوي الجزء الخامس وأول تغطية رسالة من زمان. بقالنا فترة كبيرة جدا ما نزلناش غطينا رسائل. النهاردة عندنا رسالة مع الحاج محمد حلمي، هتحرك دلوقتي. رسالة جاية متأخر، المفروض إن أنا عنده الساعة 11، دلوقتي الساعة 11 إلا ربع، محتاجين نجري بسرعة ونروح له ونشوف جاب إيه عشان نلحق نعمل أنبوكسنج على الأقل، نفتح الكراتين سوا، نشوف اللحظة بتاعة الرسالة الجميلة دي. لحظات الرسائل دايما طول عمرها بتبقى مميزة قوي، مختلفة قوي، فيها الاحساس بالفضول ايه اللي جاي جديد، فيها مفاجآت، فيها حاجات، فيها ممكن ترفع كيس تلاقي سمكة ما شفتهاش بقالك كتير نفسك فيها، حاجات كتيرة قوي. يلا بينا نروح لحاج محمد حلمي بسرعة. يلا هيا بنا الى الرسالة. قدامنا 13 كيلو 23 دقيقة. الطريق اعتقد ازرق، كل الدنيا لطيفة يعني، فخير ان شاء الله يعني. من الحاجات اللي بحبها زي ما قلت لكم كده في القصة بتاعت الرسالة عموما، او ايه اللي خلاني فكرت اساسا من الاول ان انا اعمل تغطية الرسائل والكلام ده، هي الفكرة بتاعت ان انت بتتجمع مع اصحابك يوم حلو بعد الشغل او في ويك اند او اي حاجة، بتجمع ما بين الهواية وان في سمك جديد جاي، حاجات حلوة يعني، في فعلا حاجة حلوة هتروح تشوفها يعني. فمشاعر كلها حلوة، بيبقى يوم حلو، حتى بعد كده لما اخترعت الفيديوهات بتاعت التغطية دي، والحمد لله رب العالمين احنا زي جيمشن فيش توك، تغطية الرسائل دي فكرتي اساسا. بدأتها بالصور بس، ان انا اصور السمك، انا كنت احب التصوير الفوتوغرافي، وبعد كده اشتغلتها فيديو او لايف، وبعد كده عملناها حلقات مسجلة. انا متشوق ومستعجل وهقفل عشان اعرف اسوق واروح للحاج محمد حلمي بسرعة قبل يفتح الكراتين. سلام. واخيرا الشارع بتاع الحاج محمد حلمي. وصلنا الحمد لله. احنا لسه جايين والسمك في الاكياس اهو. ده ايه ده؟ ده الجلاس اللي هو المتهجن، الكالر ده المتهجن، اللي هي الحاجات اللي واخده لون بقى، بس ده الموضوع ده مختلف تقريبا. ده الطبيعي، ده الطبيعي ده. وفي جولد فيش كتير، في حاجات ما شاء الله، بس لسه الحاجات دايخة خالص. وده ايه ده؟ في فايتر ده؟ لا هاتوا كده. اما نبص على حاجة انا شفتها لسه كان جايبها جديد، دي في بلاك امبرور تترا وامبر و لاوين كيلي، دي انا كنت هتجنن عليها. وفي جابوا نوع كيلي فيش، بصوا احنا بقى نستنى اما هم ينزلوا الحاجة وهنخش نصور كل حاجة واحدة واحدة. ما شاء الله كيلي فيش ونون اورنج، ده انا اول مره اشوفه خالص، ده جديد خالص ده. الله اكبر، ما شاء الله تحفه تحفه. دي براون بافر فيش، دي ضخمه جدا، بتنفخ نفسها ولا لا؟ ولا ما جربتش؟ انفخ انفخ، شكلها ما بتنفخش نفسها عشان لسه خالص. ابتدت اهي، بص استنى اهي، بص واو، لا بافر فيش اصلا، ده الوسيله بتاعت الدفاع بتاعت البافر فيش. بافر فيش من الحاجات السامه، الكبد بتاعها نفسه بيبقى فيه سم خطير جدا، ودي اللي بيصطادوا يعني من نفسه في السنه بيصطادوا منها طول النهار، يقول لك سمكه الارنب. بص قد ايه، استنى بقى ننزل بقى الكورة، اجري
الفصة بسرعة. تحفة. ازيك يا لؤي، اخبارك ايه؟ لؤي بقى ايه جايب كيسين الفايتر كلهم؟ قلت له تعالى انا وانت نتفرج، انت عارف انا بحب اجي الرساله نقى انا احلى حاجه وبعد كده الناس نقى بعدين. ان شاء الله الحاجات لسه مش باينه، بس اعتقد في الوان لسه مش باينه. بس هنشوف لسه بقى ما يفضوا الحاجات دي. احنا قاعدين النهارده سهرانين. ده جولدن. قاعدين لسه. دي دراجون سكال لاكات. لسه مش باينين قوي. ماشي يا باشا اتفضل، خليهم بقى بره لحد ما نشوف الباقي بقى. اعتقد دي برضو سيلفر فلاينج فوكس تقريبا، ولا ده ايه؟ لا ده سيلفر شارك تقريبا. إليفانت إير فايتر. إليفانت إير فايتر. اهو جاب لنا فراخ بقى المرة دي. الفراخ دي رسالة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تغطية بتاعت رسالة بتاعت محمد حلمي. بقالنا كتير ما جيناش شفنا الحاجات الحلوة دي، وانا حابب ابدأ بحاجة مميزة قوي. كيلي فيش اللون الاورنج في لبني ده انا اول مرة اشوفه. انا بس ايه فوكس عليها عشان تشوفوا الجمال فعلا. بصوا انا اول مرة اشوف سمكة بالجمال ده بالالوان دي في الحقيقة فريش ووتر بصراحة بجد والله. لا اللون ده بالذات مش يعني جميل، جمال مش طبيعي يعني. ثانية بص بص الاورنج اللي جوه خالص دي. دي سمكة ب 150 جنيه. وفي فرونتوزة صغيرة دي بكام؟ 75 جنيه. بس انا مش قادر اشيل عينها برضه من على الكلي. وهي عايزة تصور بصراحة. جميلة ما شاء الله. الله أكبر. دي فرونتوزة ب 75 جنيه. و ايه تاني؟ تعالوا نشوف حاجات تانية كده في الحوض التاني. كان بقالي كتير قوي نفسي تيجي بصراحة وحشاني قوي. ده حوض بقى فيه مجموعة سمك أنا بعشقها يعني. من أول الكلاون كيلي دي من أجمل الأسماك اللي ربيتها، مسالمة جدا صغيرة جدا. أنا مشكلتها بس إن هي بتنط، فلازم تبقى مغطي الحوض. ثريد فين ريمبو طبعا. وفي جالاكسي راسبورة هنا كمان. حاجات الماكرو كلها، الحاجات الصغيرة اللي هي بتاعت الحواض المزروعة المسالمة قوي اللي بتقعد مع بعض كلها زي ما انتوا شايفين. كوليكشن شكله حلو وبقى ملون. ده الكلاون كيلي دي ده مش ربع لونها يعني. الديلها ده بيبقى احمر خالص فوق وتحت ازرق، وهي مخططة صوت فاصفر اساسا جولدن يعني. وعينيها لونها ازرق يعني. بص يعني دي مثلا دي لون عينيها بان شوية، يمكن الظل بتاع السمكة بان. دي بكام يا محمد السمك اللي هنا؟ الكلام كله بكام؟ 50. والثريد فين؟ ب 50. والماكرو جالاكسي اي سمكه من دول ب 50 جنيه. دي الريد امبر تيترا. يا ترى ده اقصى حجم ليها؟ مسالمه بتعمل سكولينج، جبتها قبل كده. ميزتها ان انت ممكن تعمل بيها سكول في حوض صغير يعني، هي ما بتكبرش عن كده. لونها ريد اللي هي العنبر الاحمر يعني. لو انت بتتكلم على الترجمه الحرفيه لونها هو لون احمر جميل قوي كده. من سمك برضو الصغير كبير ما بتكبرش قوي، بس الفكره ان انا بركز دايما على السمك الصغير لان معظم الاحواض المزروعه اللي عندنا ما بتبقاش احواض كبيره. فحابب تعمل سكول بسمكه صغيره ريد امبر معاك بشكل قوي تترا، السمكه ب 25 جنيه. دي الافوكادو. دي الافوكادو بافر فيش من الفصيله بتاعت البافر. شكلها شبه سمكه الارنب اللي بيمسكوها عندنا في المياه المالحه، بس بالمناسبه الافوكادو دي انا قريت عنها قبل ما اجي. هي فريش ووتر سمكه بتعيش في المياه العذبه. لو انت من هوايه البافر فيش وعايز تجيب سمكه مش محتاجه تقعدها في براكش او حاجه زي كده، دي مناسبه بالنسبه لك. انا ما ربيتهاش قبل كده
ما عنديش معلومات عنها كتير، بس من الواضح ان هي سهله يعني نشيطه. الكاركتر بتاعت البافر فيش كالعاده، البافر فيش عموما كلهم عندهم غده سميه في جسمهم، فدي الافوكادو بافر فيش، دي البراون بافر فيش اللي احنا صورناها اول ما جينا على طول، عشان يعني دي تعتبر من السمك اللي هو بقى بيعمل الاكشن بتاع بافر فيش اللي هي بتنفخ نفسها بتاع كوسيله للدفاع، عشان تبقى صعب ان انت تمسكها او صعب ان هي تتاكل. البافر فيش من الاسماك الذكيه جدا اللي بتعرف صاحبها وهو بياكلها. لا سمكه مختلفه تماما بالتجربه بتاعتها، وكمان حتى الاكل بتاعها يعني يعتبر بتاكل قواقع، بتاكل جندوفلي، بتاكل حاجات زي كده، دي الاحواض بتاعتها. دي البراون اسمها براون بافر فيش صح كده يا عبدو؟ دي ب 500 جنيه. 500 جنيه. دي الكالر ويدو المعدل عليها جينيا، وانا كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، ان خدوا جينات من الجيلي فيش او قنديل البحر وكم كائن، والانيموني اللي هو شقائق النعمان او بنقول عليه الانيمون، وكم جين من كم كائن بحري عشان يقدروا يعدلوا جينيا سبحان الله على السمك ده، وسموه حاجه اسمها جلو فيش او السمك اللي بيلمع في الضلمه. ده برضه هنسال على سعره، ده مش محقون. انا هوريكم السعر، شكل السمك المحقون ده مش محقون، ده سمك صحي 100%، لكن الوانه ارتفيشال. في ناس بتحب الحاجات دي يعني، انا ناس بتبقى عايز تعمل حوض في سمك بيلمع قوي ومنور كده، فشكلها غريب لحد كبير. دي بكام؟ 50. دي ب 50 جنيه. دي ب 75 و75. طيب البارون شارك، الناس اللي بتحب الحاجات الشرسه اللي بتكبر اللي شكلها فعلا مختلف، دي مش بنجاسوس، دي اسمها بارون شارك، سمكه برضو بتاكل بشكل شره جدا، عامله زي الريد تيل جميله كات فيش اللي تحت دي ب 75 صح؟ كل واحده سعرها 75. البارون شارك بتكبر، ريد تيل طبعا اكبر حاجه بتكبر في الموضوع. دي للناس اللي بتحب الاسماك الشرسه. انا ربيت بارون شارك قبل كده وريد تيل. لو انت بتحب الحاجات دي فعلا على فكره والله العظيم انا كنت مستمتع. بارون شارك شكله حلو قوي في الحوض، الحوض بالذات لو واسع انت محتاج حوض يعني، انا عايز اوريك بص يجري فيه براحته يعني. انصح ان انت لو اشتريت تشتري اثنين، الريد تيل كات فيش لو انت عايز حاجه تكبر تعمل حوض مونسترز او جاينت او حاجات ضخمه جدا، دي انصحك بيها، بس عايز حوض كبير لدرجه ان هي يعني عايزه بركه مثلا قدام بقى يعني، او تاكلها بعد كده بقى شوف انت عايز تعمل ايه. دي الديسكس، الناس تحب الديسكس، ازواج كبيره. دي ايه دي؟ الله اكبر، ده اكبر من كف ايدي. وكذا طفره منه. انا مش شاطر قوي في الديسكس ما اكتبش عليكم، بس للناس اللي عندها الهوايه بتاعت البريد والكلام ده، ده فرنج او بتتكلم 2500. وفي ده حجمه اصغر ب 550، بس الحوض كله طحالب مش شايفينه قوي، بس يعني نص كف ايدك. ده ب 550 جنيه. دي عم محمد بيسميها ايه؟ التوت البري. ده التوت البري اللي هي بلاك اوراندر. استنى كده، تعال تعال بص، ده سبب تسميتها التوت البري ان هو دماغها شبه التوته يعني، ليها تفاصيل وشها سبحان الله شكله يعني، بس تاخد نفسها وشها شكله جميل جدا. دي بلاك اوراندر، في كوليكشن منها محترم. ده بمسك واحده كمان، عايزين واحده كده مكلبظه. انت مسكت كده قبل كده؟ يا تعالي انت، بص دماغي عامله ازاي. سبحان الله. دي ب 500. دي ب 500. ده الريد اند وايت اوراندا بقى، الحاجات اللي هي الراس الحمراء بتاعتها والكلام ده. دي ب 350. انا عملت بريد، لا كان نوع ابيض في اسود التاني صح؟ انا عملت بريد الباندا، بس هي نفس البلاد لاين، نفس السلسله يعني. دي الايت او رقم 8، بيبقى على راسها رقم 8. دي البافر فيش، يعتبر عم محمد ما شاء الله عنده اكبر كوليكشن بافر فيش موجود في مصر تقريبا.
دي بيبقى على دماغها رسمه زي رقم 8. دي الجرين سبوتد العاديه دي ب 50 جنيه. ال8 دي ب 250 جنيه. طيب تجيب انهي؟ انا شايف ال8 شكلها قريب قوي من الجرين سبوتد. دي ترجع للبادجت بتاعتك او سعر فلوسك. بس انا ال8 دي عجباني، انا بحب الحاجات اللي بتبقى مرسومه كده شكلها حلو. عايزين بس نفوكس عليها كده. جميلة ما شاء الله، الله أكبر، تحفة، بسم الله ما شاء الله. دول الكوليكشن يعني. احنا كده صورنا الافوكادو، صورنا البراون مفرفش، وصورنا الايت، وصورنا الجرين سبوتد. بصوا الدكر الارث ايتر ده، يعني انت بتقعد بقى تنحر قلبك في الارث ايتر كله مع الوقت عشان توصل للمستوى الجميل اللي انت شايفه ده. ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم. ده تحفة تحفة. اعتقد ده سن بريد كمان. هو خايف مني شوية. بص الشكل عامل ازاي. تحفة ما شاء الله. دي اروانة صغيرة ممكن تكون في حجم اربع عقل او حاجة زي كده. ب 350. دي ب 350. ده يعني من اصعب العمر او اصعب عمر ممكن تربي فيه اروانه، وامتع عمر في نفس الوقت، لان هي بتعرفك وبترتبط بيك جدا. لما بتيجي تاكلها انت بتستمتع بصراحه. دي من الاسماك النادره اللي ما بتنزلش كتير، ونادر قوي ما حد اقتناها في مصر. دي اسمها الابا ابا. دي نوع من انواع النايف فيش او الاسماك اللي على شكل السكينه، يعني زي ما بيسموها زي بلاك جوست نايف والكلاون نايف والكلام ده. السمك ده كله بيشوف بالمجال المغناطيسي وشرس، بيبلع اي حاجه على قد بقه. حتى معلومه عن البلاك جوست نايف، البلاك جوست نايف بتكبر مع الوقت. انت بتشتريها صغيره بتبقى مسالمه، هي حرفيا بتصطاد بالليل وبتبلع اي حاجه على قد بقها. بلاك جوست نايف كمان بتكبر. الابا ابا من اجمل الاسماك واكثرها غموض في الهوايه كلها، انا من وجهه نظري اللي تقدر تربيها. انا بتكلم جد، الابا ابا مش اي حد بيفهم فيها، ومش اي حد يربيها، مش اي حد يستمتع بيها. انا دي من السمك اللي انا حاطه في الويش ليست بتاعتي، ان انا في يوم من الايام ان شاء الله لو عملت حوض فعلا كبير ان انا اربي ابا ابا. دي سعرها 750 جنيه. حجمها كبير لحد ما السمكه دي بتكبر اكتر من كده اصلا بكتير. فتحفه. دي البيكوك باس، من اجمل اسماك الصياده اللي ممكن تقتنيها. عايز حوض كبير، حاجه برضو مونستر بتوصل لاحجام كبيره جدا. مشكله البيكوك باس اوقات ان هي بتحتاج ان هي تاكل اكل حي دايما، بس لو كانت جمبري بربوط مثلا ومتعوده عليه من وهي صغيره بتقدر تاكله من غير ما يبقى في حاجه حيه او بتتحرك، فده مكسب بالنسبه لك كبير. بيكوك باس ممتعه سريعه، يعني بتحاول تحافظ على مكانها دايما بس ما بتخسروش. مش هجوميه، مش سمكه هجوميه، لكن سمكة جميلة يعني. وسعرها ده ب 250 جنيه، معرفش ازاي يعني، وحجمها كبير مش صغير. دي ب 250 جنيه. دي سيلفر اروانة كبيرة، اعتقد ان هي كسرة ال 25 سنتي او حاجة كده. ممكن يكون 30 سنتي كمان. ده شكل سيلفر اروانة لما بتكبر. بره في اسيا بيحبوها وبيتفائلوا بيها، وكان ملوك كمان بيربوها. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده، لكن هي سمكه قيمه. الاروانه عموما كقيمه سمكه قيمه، تحتاج احواض طويله شويه عشان تقدر تعوم فيها، لكن مش ضحله قوي او مش عميقه قوي، مش شرط، لكن هو بيحتاج احواض طويله عشان تقدر تعوم براحتها. تاكل حشرات وتاكل اكل اروانه، بتاكل اي حاجه، بتاكل جمبري، ما عندهاش مشكله ان هي يعني ما عندهاش مشكله ان هي تاكل اي حاجه. بتكبر، ممكن تاكل فيران، تاكل قوارض، تاكل اي حاجه، لكن هو تاكلها مش صعب. ده الحجم ده عامل 850 جنيه. ده الفاير ال، حجم تاريخي، ده موقع على الارض انا اتخضيت يعني. ما شاء الله، الله اكبر. بص لونه تحفه وحجمه
غريب. انا حبيت ان النهارده صور حاجات غريبه شويه لان انا مش عايز اعمل كمان تغطيه تقليديه يعني. ف تحفه ما شاء الله. ده بياكل اي حاجه صباح الفل يعني. بيعرفك على فكره وحبوب قوي ومعتبر مش شرس. بس طبعا اي سمك على قد بقه والله يرحمها. ده قانون السمك عموما. اي سمكه حتى لو مسالمه الجوبي بياكل ولاده لما بيلاقيهم. ف فاير ايل ده ب 500 جنيه صح كده؟ ايوه تحفه. طبعا لو نزل منه صغير ممكن افكر فيه لكن الجحش ده صعب يعني. الاستاكوزا الاورنج ده الحجم بتاعها فقط الماكسيموم بتاعها صح كده؟ ايوه. وشكلها يعني متضايقه جدا. ممكن تديني واحده دلوقتي؟ بتدور عليا اهو. ده بيدور عليا. هي الواحده ب 100 جنيه يا جماعه. اجري بقى بسرعه. بص يعني ايه في منها الوان. هنشوف اللون الابيض بتاعها كمان دلوقتي. بتعيش في ايه؟ انا ننصح طبعا ما فيش احد نزرع ان دي بتحفر. نعمل لها حوض لوحدها زي الجمبري زي الحاجات دي. ممكن تقعد مع الجمبري على فكره مش هتعرف تمسكه يعني. ده اللون الاحمر بتاعها وهي مش طايقه نفسها كمان اهو يعني. اوعى ده هي الماسكه الصح من عند دماغها هنا من فوق بتمسكها بالديك الاثنين بس هي فلتت مني شويه. ده اللون ابيض مزرق كده. الواحده برده 100 جنيه يقولوا عليه صرصار النهر. بص اوعى اوعى. بصوا بقى ده الاب بتاع الطفرات بتاع الامريكان سيكلتز كلهم. الفيجا. الفيجا بانواعها بقى انا مش عارف دي تصنيفها ايه بصراحه. انا مش عارف دي تصنيفها ايه بصراحه. لكن احنا لسه هنشوفها. ممكن حد يعمل سيرش عليها. الفيجا الدم بتاعها داخل في البارود داخل في الفلاور هورن داخل في كل الطفرات تقريبا اللي ليها علاقه بالامريكان سيكلتز. والناس اللي بتحب تقلب الوان عارفه قيمه الفيجا كويس جدا. منها سيلفر فيجا كمان. الحجم البورتي الجميل ده كف الجميل ده ب 500 جنيه. بصوا بقى ايه انا زي الحاجات الماكرو اللي احنا صورناها وبعد كده دخلنا في حاجات كبيره جدا. انا بصور لكم السمك اللي انا بحبه اللي هو انا عملت بيه حوض قبل كده ومجربه. والسمك ده تحفه. منه الشيري بارب. الشيري بارب دي كمان ده مش لونها خالص لما تحطها في حوض مزروع بتبقى خياليه. الشيري بارب دي ب 25 جنيه نفس الكوليكشن يعني. الشيري بارب مع الكلاون كيلي اللي ابتدت لونها يبان اهو زي ما انا قلت لكم التدريجه بتاعت اللون بتاعتها مع الثريد فين ريمبو بالظبط مع الماكرو جالاكسي. عم محمد بيقول كل ما صور كده كل ما لونه بتاعها لسه نازل اصلا مع الماكرو جالاكسي. الحاجات دي المجموعه دي مع الهوني جرامي. الهوني جرامي بكام؟ كام؟ الهوني جرامي انا ما جيتش بقالي كتير بس الهاني جرامي دي مع الكوليكشن ده الهاني جرامي ما بتكبرش برده. دي عقلتين يعني ممكن تشد حيلها عن كده. حاجات بسيطه مش عنيفه. سمكه زي العسل. انا مفكر اصلا اعمل حوض من الحاجات دي. نرجع ايام زمان نعمل حوض دارك ووتر كده تبقى شكله تحفه. على فكره انا خدت فايتر. انا عايز افرجكم على الفايتر بس قبل مش قبل ما افرجكم على الارشر. حبيبتي تعالوا نروح نتفرج على الارشر. الارشر فيش واللي هي قاذفه الاسهم. السمكه دي بتاكل عن طريق ان هي بتقدر تبص لفوق مستوى الميه لحد هنا مثلا. لو في غصن شجره عليه حشره بتقدر تطلع لحد الميه لحد مكانها كويس وتضرب زي خرطوم ميه صغير كده او طيار ميه صغير بره الميه اكنه طلقه سبحان الله او سهم فعلا. بتقوم ضربه الحشره واقعه واكلاها. طبعا لو قاعد قدام الحوض وانت قاعد لوحدك بتعمل ايه؟ بتقوم بخاك انت بالميه. انا حصلت معايا كتير جدا يعني. دي ب 150 جنيه وبينس كات. دي براك شوتر ب 150 جنيه وفي واحده ارشر اصلا نطت معاهم. واخد بالك يا اسلام يا طه؟ اهو يعني كشري كتير اهو. بص اللهم صل على ما شاء الله. طبعا اللون الجميل وفي فيميلز شايله بيض وربنا كريم. الريجويل سهله التفريخ جدا. سمكه جميله مع الاحواض المزروعه تحفه. الدكر الاحمر الحلو قوي ده. الدكر ده بتاعي اصدقائي. ثانيه واحده والله لا صوركم. بص قاعدين بينقوا السمك. ولا زهر انا هاخد السمك وراك. نادر ولا يا اصدقائي. ايوه
لا الله اكبر الوانه تحفه. بيه 100 جنيه السمكه اهو. بص مش شايفه. ايوه دي بتاعتي. ايوه دي بتاعتي. ايوه خلاص. تعالوا نشوف بقيه الحاجه. اصغر سمكه ممكن تربيها في حياتك والمسالمه مع الجمبري وعيال الجمبري وقرايب الجمبري وكله تمام مفيش مشاكل. بس فيها نقطه خطيره جدا، السمكه دي حساسه قوي، خلي بالك وانت بتنزلها وانت بتغير ميه بالذات، ان معظم خسائرها في تغيير الميه، غير كده انت ماشي تمام. دي ب 25 جنيه الجميله رومينوز تترا. دي احلى اقرب تترايه لقلبي. رومينوز تترا في منها حجمين، بتتكلم 35 و 30، كبير واصغر منه شويه كده. هارلي كوين راسبوره، مش عارفين نفوكس عليها عشان الميه. ايوه كده الهارلي كوين راسبوره. دي جلو لايت اللي بتجري لوحدها، دي الهارلي كوين. انا شرحت لكم الفرق كذا مره. الهارلي كوين لازم يكون فيها مثلث اسود واضح زي ما انتم شايفين كده. الجلو لايت راسبوره بتبقى حته صغننه زي ما احنا شايفينها اللي بتجري في النص دي. دي 25 جنيه. وللناس اللي عندها مشاكل في القواقع الضاره المنتشره في الحوض، دي اعتقد افضل حل بالنسبه لك. بعد يعني هي الهيلينا ستيل رتمها ابطا شويه من دي، بس الباكستاني لوتش او اليو لوتش، دي يو لوتش احلى. الزبرا لوتش اعتقد احلى منها شكلا، بس اليو لوتش دي جميله. اه دي بالظبط، دي تحط مع السمك وزي ما محمود قال لينا مع الجمبري. دي ب 75 جنيه. بلاك جوست نايف الحمل الوديع اللي وراه اسد كبير، يعني دي سمكه فعلا صياده درجه اولى. البلاك جوست نايف الناس بتجيبها بتغش فيها وهي صغيره، بعد كده تلاقي كانت السمك تعشب بيه. بس من اجمل الاسماك اللي ممكن تربيها، شكلها غامض يعني من اجمل الاسماك واكثرها غموضا زي الابا ابا، تقريبا نفس طريقه العوم، بس الابا ابا الزعنفه دي اللي فوق اللي تحت دي فوق وشكلها مختلف. مشكله البلاك جوست نايف ان هي اوقات بتستخبى او معظم الوقت تستخبى، وهي من السمك بينشط ليلا. لكن انت لو ما عندكش حوض فيه ديكورات كتير، بلاك جوست نايف هيبقى اختيار بالنسبه لك موفق جدا. بكام؟ 125 وكام؟ 125 من اول الاس لحد اخر الاس. من 125 250 450 جنيه. بصوا بقى الجمال، الله اكبر. بص بقى يعني انا بس والله العظيم الاضاءه ظلماهم. ده الفايتر تحفه ما شاء الله، حتى صحته حلوه، شكل الزعانف كبيره. اه ما شاء الله. في ناس بتحب اللون ده. بص ما شاء الله، الله اكبر. بص ماسترد جاز. لا في اعداد وفي اشكال مفاجاه بصراحه. في اللي هو النحاسي، انا خدت واحد نيمو هوريه لكم. نادر هتلاقيه قاعد في الكار سيت، انا معاد لوحده. بس انا مش عارف نادر، خليني صديقي كده نستأذنه بس طبعا بعد اذنه. هات لنا الحته نيمو حجي على ما مصاب بيت فايتر. ما شاء الله علي. بص ما شاء الله، الله اكبر. دي انا مش عارف، دي يعني انا مش عارف اسم الطفره دي ايه. اه بصوا ده بقى، وفي منه تاني هنا اعتقد كمان. انتوا عارفين ان انا في الفايتر ما عنديش يمر حمل. بص ما شاء الله، لا قوه الا بالله، الله اكبر. ولسه كمان ان شاء الله لما نروحه نحطه قدام كده الدراجون اللي اسمه ايه، الهيل بوي، والاثنين عاملين شغل جامد جدا. الفيميلز، بص الفيميل اخته بالظبط، يعني نفس الالوان اللي فيه، شكلها تحفه. كامل الجالاكسي يا محمد. الجالاكسي ده ب 250 على فكره، ده ارخص سعر جالاكسي انا سمعته لحد دلوقتي من المستوى ده. النيمو ده لا شكله حلو قوي. ودي البلاك جوست نايف الصغيره دي اللي اعتقد ب 125، ده طول صباعي بالظبط. واحنا بصوا ده كل ده فايتر، دي الاكياس دي كلها فايتر.
واعتقد ان عايزين نصور الجالاكسي الثاني وهو محطوط فين يا محمد؟ بص ما شاء الله يعني تدرج الالوان بتاعه ده يعني ده من احلى الديكور اللي شفتها هنا. يعني بحاول اجيبه من زاويه بس هو ما شاء الله. بص اهو طلع علينا شويه، هو احمر في ازرق في اخضر في جالاكسي في حاجات كتيره كده. و ايه تاني؟ اعطاه برضو ملون بس انتو مش برضو اللي روعة اهو عشان الاضاءة في ظهر السمكة مش في وشها. بس ده يعني ده اقوى، ده يعني ده واو قوي، ده تحفة. وفي نتي بقى نفس المستويات دي زي ما قلنا عم محمد بيقول 250 جنيه. دي البتر فلاي كلوتش بكام البتر فلاي يا محمد؟ بتر فلاي دي ب 100 جنيه. افريكان سيكلدز دي طفره عم محمد بيقول اسمها ريد روبي. انا يعني برضو ايه مش شاطر قوي في الافريكان سيكلدز، بس اللون بتاعهم لا يعني نازله من كانون نازل من رساله. حلو طبعا ما شاء الله شكله حلو قوي. ده ب 125. وفي اليلو تاني ده 125 برضو. لا الوانهم فيهم حاجات الوانها حلوه قوي يعني. سلفايتر 125 برضو. الواحد برضو يعني بتروح الحاجه اللي بيحبها اكتر. دلع دلع. عايز اعمل استفتاء مش عارف انا اخد ايه. انا اخد ايه يا رجاله؟ انا اخد ايه يا رجاله؟ انا اخدت فايتر وانا اخدت سيكلت وانت اخدت سيكلت ولو اي لسه وهو اخد سيكلت وهرجعه عشان شاف ان انا قلت له هتلون. اصبر انا هاخد اللي انت عايزه. اصبر قلت له اصبر هو ما اصبرش. ناخد ايه؟ انا الكيلي فيش عجباني والكلاون كيلي الحاجات الصغيره دي مبدئيا عجباني. ودي انا مش عارف احطها فين. انا جايبهم بس عندا في اسلام طه بس عندا. تعالوا تعالوا نشوف محمود هيجي ايه. يلا بصوا يا جماعه دي الرويال بليكو وجها لوجه. في منها نوعين كذا نوع وكذا لون. ده اللون الاحمر وفي منها اللون الاخضر. اللون الاحمر ده ب 1500 جنيه وللاسف الشديد اسف الشديد متباعه اسف الشديد. بس من انظر واجمل انواع البليكو رويال بليكو بتكبر. اه دي حقيقه الرويال بليكو بتكبر. يعني ما لا في غير في اه في الرويال خضره بقى. في واحده برهان ماشي خلاص. انا متراه ان انا ومحمود ان في واحده خضره. دي البليكو الملكيه طبعا من اجمل انواع البليكوز اللي ممكن تقتنيها في حياتك. تحفه. ايه هات شبكه بسرعه هات شبكه بسرعه. الله ينور عليك. احنا جبنا شبكه وجبناش كيس. سكه بقى سكه لحد ما نجيب كيس. ما شاء الله الله اكبر. يعني هي انا هجربها مع بقى الحاجات الصغيره دي. يا رب يقعدوا مع بعض من غير ما يضربوا بعض. نعمل بقى ايه حوض اللي هو هيبقى دارك ووتر شويه. بصوا الالوان لسه نازلين كمان الوان. ما عجبتش. لا انا اللون ده بس اللي عاجبني. انا هاخد منها واحده عشان ليه نعمل تيست عشان حرام بس ما توفى يعني ما يحصلهاش حاجه ابقى اقعد انا اعيط جنبها. تعالى تعالى لي بص بقى الكلاون كيلي دي عايزين بقى ايه بتاع اربعه مثلا. اه مستدخنهم شويه. ده بص دي حاجه ايه يعني محمود ده
ده انا داخل في وشه محمود، ده الجندي المجهول. طلع تاني برضه. ده هو ايه؟ هو اللي بينقل لي السمك الحلو اللي انا بجيبه من هنا. بيدفلني كده. بس عايزين بقى ايه؟ يعني شوف انت بقى حاجة على ذوقك كده، كنت شكلهم كبير شوية من الأول. دي حلوة قوي دي. بص عموما لما تيجي تنقي سمك في اي يعني عموما وانت بتشتري لما تيجي تنقي سمك لازم تجيب سمك ملون وسمك كبير صحته كويسه، مش كبير سنا، كبير حجما صحته كويسه، زعانفه كامله، حاجات كده. يا محمود ده انا لسه بشكر فيك يا محمود. لسه بتتكلم على الصحه اهو. طب دي حاجه كويسه، انا صحته كويسه. يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. اهو مسك اول واحده اهي. طب هنصور الاربعه في الكيس عشان شكلنا كده هناخد وقت. دي مجموعه السمك اللي انا خدته، جوز ريد جويل، اربعه كلاون كيلي، هم مش باينين بس عشان صغيرين، هاني جرامي جوز، وكولي لوتش، ونيرت سنيل. نيرت سنيلز اخيرا جت، اخيرا احنا الثلاث، واربعه سريت فين ريمبو. ده بس اللي احنا خدناه. وطبعا جميله الكليفش. عايزين نسلم على محمد بقى قبل ما نقفل الحلقه ونشوفكم على خير الرساله الجايه. ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا باشا؟ بقالنا كتير ما جيناش صورنا بصراحه، حاجات بقالنا كتير قوي ما شفناش الحلاوه دي. عودا حميدا، ربنا يكرمك يا رب. اللي انا ملاحظه انت دايما بتجازف بانواع ممكن تكون اكتر ان هي للهوايه مش تجاريه. في انواع طبعا تجاريه بتتباع بسرعه، وانواع بيعها مش سهل. انت فاهم قصدي؟ هي الحكايه كلنا هوايه اصلا في الاول وفي الاخر يعني. تمام. فيعني الواحد بيحب يجرب برضه. دي اعلى، ده انا الرويال بريكو دي ما شاء الله حاجات تحفه طبعا. الهاوي والتاجر بيتصارعوا لازم، انت عارف يعني، بس دايما الهاوي بينتصر برضه. ربنا يكرمك يا رب، ونيجي دايما ان شاء الله الرسائل الجايه كمان. نورت المحل، ربنا يكرمك يا رب، ونصور عندك دايما عم بجد ان شاء الله. احلى تغطيه واحلى رسائل باذن الله. واحنا يعني بنقول شهر 10 ده بدايه موسم الرسائل. تمام. فيعني احنا دايما اللي متابعينا من زمان عارفين ان احنا بنشتغل طول الشتاء وتقريبا بنريح طول الصيف، يعني 7 و8 بنريح. تمام. يعني ده خلاص احنا داخلين على حاجات اجمد من كده كمان. مفيش هزار. لا لا خلاص احنا مستنيينك، مستنيين العروض بقى بتاعتك ان شاء الله كمان. وان شاء الله احنا بنعمل كونتاكت كده مع دول جديده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ييسر اذا الموضوع ظبط. يعني احنا مركزين، يعني حتى لو انت خدت بالك انا بمسك الصنف بصنفه، يعني الجولد فيش بيزيكلي انا ماسكه، يعني هتلاقي جايب انواع كتيره فيه ومركز معاه في المستويات كلها والمقاسات كلها والانواع كلها والجريدات. ثانيه واحده يا محمد، بتعمل ايه؟ ارفع كده اشرب. ايوه يا معلم، هوبلي سكيت. جد نورت نورت حدايق القبه. ربنا يكرمك يا رب يا محمد. انت يعني بامانه نورت الهواية، يعني ربنا يكرمك يا محمد. اتمنى من ربنا يعني فعلا ان انت تستمر وان انت تبقى في المكانة اللي انت تستحقها، يعني ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب. بجد مش ده حقك يعني. انا عايز اقول برضو كلمتين مهمين قوي في حق محمد. السمك اللي انتوا بتشوفوه دايما عندي والحلقات اللي احنا بنصورها والكلام ده كله عم محمد الراعي الرسمي ليها، وهو السمك ده من عنده والحاجات دي كلها. يعني بصراحه الراجل ده مسكني سمك انا كنتش متخيل ان امسكه. يعني بس فكرة ان انت يعني بتسعد ناس كتير بامانه. ربنا يكرمك، فاستمر وما يهمكش اي حاجه. ربنا يكرمك يا رب. اي خامات اي ماتيريال تحتاجها انا رقبت حبيبي يا محمد. مش لحاجه، ده حقك علينا كجايد للناس كتير. انت مش متخيل انت والله انا ربنا يكرمك. انا يعني عندي 52 سنه سادس، ما بتملقش حد يعني خلاص بعد ال50 الواحد. لكن اقسم بالله انت مش عارف قيمتك بالظبط جوه مصر وبره مصر ازاي. والناس يعني في سبحان الله القبول ده بتاع ربنا، مش كل الناس بتحب كل واحد طبعا. في ناس بتحب واحد، في ناس ما بتحبوش، في ناس عندها قبول لواحد، في ناس ما عندهاش قبول لواحد. الفكره كلها ان انت يعني
عملت كميه داتا. انا طب انا هقول لك على حاجه. قول. اقسم بالله انا بجيب الفيديوهات بتاعتنا القديمه واقعد اتفرج عليها. صدقني التاريخ بتاع الرسائل كلها تقريبا معظمها انا جميلة. صورت الا اخر فتره. جميله 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 يعني، وكانت من اجمل الفترات بامانه الله. وان شاء الله نكمل ونستمر فيها باذن الله. ان شاء الله. واتمنى من ربنا ان ربنا يحطك برضو في مكانه كويسه. ربنا يكرمك. انت تستحق فعلا ان انت يبقى ليك برنامج، يعني تستحق حاجه زي كده يعني. ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. عم انت باذن الله عامل زي حالاتي، بتقرا كتير وما بتيجي تتكلم عن حاجة بتفصصها وبتبسط المعلومة وبتديها للناس، فده دي حاجة كويسة. وربنا يا ابني يوفقك ويجعلك القبول في الأرض وفي السماء. اللهم امين. شهادة طبعا اعتز بيها وان شاء الله نبقى عندك على طول باذن الله. والله العظيم اقسم بالله. ربنا يكرمك يا محمد. شكرا شكرا.